ضمن جولة أوروبية لبحث وحدة مواقف الدول تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس وملفات أخرى، يعتزم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون زيارة فرنسا وإيطاليا ليلتقي بقادة تلك الدول. من جهته قال كاميرون إن المملكة المتحدة بحاجة إلى تعزيز تحالفاتها في مواجهة الأزمة العالمية، مشددا على ضرورة إعلاء صوت التحالف الأوروبي في وجه الوضع الإنساني في غزة وما وصفه بالوحشية في أوكرانيا. للمزيد نرحب بمراسلة المشهد من لندن براء العزاوي. يعني براء، ما بعد الاجتماع الذي كان بالأمس ما بين وزير الخارجية البريطاني ووزيرة الخارجية الفرنسية، ما الذي يبحث عنه اليوم ديفيد كاميرون في هذه الجولة؟ نعم، يعني مالك، في بيان مفصل من قبل مكتب وزارة الخارجية البريطانية كانت قد جاءت جميع العوامل التي دفعت وزير الخارجية البريطاني أن يقوم بهذه الزيارتين ضمن جولة أوروبية. نتكلم عن أول محطة وهي العاصمة الفرنسية باريس، ثم لقاء يعني كاثرين كولونا نظيرته في وزارة الخارجية، وأيضا لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مؤتمر صحفي جمع الوزيرين حيث تكلما عن أهم نقطة، يعني نتكلم طبعا عن ثلاث نقاط سنأتي عليها بالتفصيل، ولكن ما جاء في أول نقطة هو الدعم الأوروبي الذي يجب أن يكون موحد لدعم أوكرانيا. وشبه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا شبهه بفصول مسرحية، دعنا نقول بأنه ينتظر الفصل الرابع، لأن الفصل الثالث لم يكن في صالح أوكرانيا في ساحة المعركة بالنسبة لهجومها المضاد. لذلك هو يقول بأن هذا الفصل الرابع لم تتم كتابته بعد ويجب أن نكتبه بعناية. يعني يريد أن يشحذ الهمم ويريد أن يقول بأنه يجب أن يكون الدعم مستمرا لأوكرانيا ويجب هزيمة بوتين. ويعني في على حد وصفه يعني يقول من ضمن هذه النقاط التي سنقول بأنها ثلاثة نقاط مهمة لكي يتوجه ديفيد كاميرون إلى أوروبا، من ضمن هذه النقاط أن يعني وحشية بوتين في هذه المعركة على حد وصفه. طبعا هذه النقاط هي أولا زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لأن قطاع غزة يمر بمرحلة إنسانية يائسة أيضا على حد وصفه. كما تكلمنا أيضا عن الدعم الأوكراني اللامحدود لأوكرانيا. والنقطة الثالثة هي لربما تتم لزيارة رئيس الحكومة البريطانية يوم السبت الماضي ليقابل جورجيا ميلاني رئيسة الحكومة الإيطالية ويتفقان على صد الهجرة غير الشرعية. لذلك يوقع الطرفان اليوم وزير الخارجية البريطاني ورئيسة الحكومة جورجيا ميلاني في روما اتفاقية بعد أن وضع الطرفان ميزانية تقدر بأربعة ملايين. هذه الميزانية يعني ستذهب إذا تطلعين على التغير الذي طرأ على موقف بريطانيا في الحرب في قطاع غزة. يعني هذا التغير لربما يأتي مستمرا متكاملا، هي رسالة يريد أن يوصلها بدءا من جوزيف بوريل الذي أدان يعني الهجمات الإسرائيلية، والذي قال على إسرائيل أن تميز جيدا بين يعني استهداف الإرهابيين والمدنيين. إذا ديفيد كاميرون، ولربما كان أيضا بيان مشترك قبل أيام، يذهب إلى هذين الدولتين لكي يكون هناك موقف موحد وصوت موحد مسموع ضد يعني ما يحدث في قطاع غزة، والمطالبة بوقف إطلاق نار مستدام. وكما يعني وصف البيان بالنسبة من قبل مكتب وزارة الدفاع وزارة الخارجية البريطانية بأنه يعني يجب أن يكون هناك حل دائم لمنطقة الشرق الأوسط، ويعني بذلك الأزمة التي تحدث الآن في قطاع غزة. لذلك هو موقف يريد يعني نقطتين مهمتين بالنسبة لقطاع غزة، أولا وقف إطلاق نار مستدام، وثانيا التعاون مع فرنسا تحديدا لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. الصورة، شكرا لك من لندن مراسلة المشهد براء العزاوي على جميع هذه التفاصيل.